بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا وظريفه قوي. اول وصفه هنعمل تشيكن رول. معانا صدور من الفراخ متقطعه رفيع جدا، هنعملها تجنن. انا بحبها قوي قوي الوصفه دي، فهقول لكم ازاي تعملوها ظريفه. ممكن نحطها في ساندوتش، ممكن تتاكل عادي جنب اي اكل احنا عاملينه، هتنبسطوا منها قوي ان شاء الله. والوصفه الثانيه هنعمل الفخفخينه. الفخفخينه دي حبيبتي ظريفة جدا جدا، هنعملها بطريقة حلوة علشان تقدري تجربيها في البيت وبالهنا والشفاء. فاصل بسرعة ونرجع على طول بعد الفاصل نعمل أول وصفة اللي تشيكن رول. خليكم معانا. أنا جيت. هنعمل أول وصفة دلوقتي مع بعض التشيكن رول. وانا بسلك كده بفتح الكيس ده، كيس تلاجة عادي خالص، بفتحه علشان يبقى جاهز معانا، علشان محتاجين التشيكن الفراخ ندقها عشان تبقى ما تبقاش سميكة، تبقى رفيعة. تعالوا اقول لكم على المقادير ونرجع هنا ايه للكيس الحلو ده والمدق. بص، انا معايا صدور من الفراخ متقطعة شرايح رفيعة، تمام. هنحتاج نتبلها بالملح والفلفل والبابريكا، معانا جبنه شيدر مبشوره، معانا السوسيس او الهوت دوج ده بيبقى ظريف قوي في حشوه التشيكن رول. ممكن كمان نستخدم الجبنه الموتزاريلا لو عايزين، او ممكن يبقى بس جبنه شيدر. ولو اني انا بقى كمروة افضل جدا الجبنه الرومي اكتر من الاثنين، بس لو عندك شيدر هتنفع او موتزاريلا برده هتنفع، مفيش مشكله. معانا برده حتت كده من الزيتون، وممكن علشان نغلف بقى الكلام الظريف ده هنحتاج دقيق وبيض وبقسماط كاننا بنعمله بانيه عادي خالص، وممكن بقى نحطه في عيش يتاكل كده جنب اي اكل، مفيش مشكله ابدا. اول حاجه الكيس اللي انا فتحته ده كيس ثلاجه اهو، خليه هنا كده، وهاخد واحده من صدور الفراخ كده زي ما انتم شايفين، ويا ريت كده تبقى ايه عريضه. يعني بصوا مثلا في فرق ما بين دي وما بين دي، هتلاقوا ان دي اعرض من دي، فانت بقى ايه تخلي الراجل بتاع الفراخ يقطعها لك ايه عريضه، تمام. اهو بصوا هتلاقي دي اعرض من دي، احنا محتاجين العريضه دي. هنعمل ايه؟ هنتبلها بالملح والفلفل، رشه ملح ورشه فلفل ورشه بابريكا، والناحيه الثانيه نفس الحكايه، رشه ملح ورشه فلفل ورشة بابريكا كده. وبالمدق الظريف ده عايزين ايه ندق الفراخ ونخليها ارفع من كده. مين بيخبط؟ اتفضل. معلش انا لازم اعمل كده علشان افتح الانسجة بتاعت الفراخ. بس كده، شكرا. بس بصوا حتى حجمها كبر كده وحصلها استريتشت كده وبقت هايلة وخطيرة. نيجي بقى نحط لها ايه. انا معايا اللي هي الصوابع الهوت دوج الظريفة دي اهو، متقطعة كده ايه طويلة بالطول بالعرض زي ما انتوا عايزين. هنحطها هنا كده، ومعانا شوية من الجبنة الرومي زي ما قلتلكوا احلى جبنة تتحط في الكلام ده هي الجبنة الرومي. هنحط هنا كده الجبنة الرومي جنبها، وممكن كمان نحط زيتون كده، حتت كده من الزيتون كده. هي دي كده الحشوة، جبنة رومي والهوت دوج او السوسيس ده والزيتون. وناخد الفراخ الظريفة دي ونلفها رول كده. ممكن نلفها كده او ممكن نعمل حركة تانية، ان احنا بعد ما حطينا الحشوة دي ناخد الفراخ ونخليها مبططة كده كده، فاهمين قصدي؟ ده ينفع وده ينفع. انا هعملها رول. الفرق بس انها لما تتعمل رول هتحتاج طريقة في التسوية معينة، اللي هي تكون درجة حرارة متوسطة، ونبقى بالراحة عليها عشان نضمن ان اللفة اللي احنا لفيناها للفراخ دي
الفراخ اللي جوه تكون مستويه. تمام، بصوا وانا بقفلها كده على نفسها هتلاقوها اتقفلت لوحدها، ولا محتاجه اللي هو التوث بيك دي اللي هي الخله الخشب دي تقفلها ولا حاجه خالص. نيجي هنا معايا دقيق وبيض وبقسماط، الدقيق محطوط عليه ملح وفلفل وبصل باودر وتوم باودر اهو، ومعانا بيض مخفوق بمعلقتين لبن محطوط له ملح وفلفل وشويه بقسماط عادي. تمام، بنحطها كده في الدقيق اهو، وزي ما انتم شايفين انا بايديا ربطتها، مش محتاجه اي حاجه خالص ولا محتاجه اي اسياخ خشب ولا حاجه في الدقيق. وبعد كده بندحرجها في البيض اللي متخفف بشويه لبن ونطلعها نحطها في البقسماط، البقسماط الناعم او البقسماط الخشن، اي نوع بقسماط هينفع. ضروري بقى بعد الحركه اللي احنا عملناها دي ان احنا نحطها في الثلاجه او في الفريزر، يعني براحتكم. لو في الفريزر هتاخد مده اقل، يعني في الفريزر يبقى نص ساعه هتبقى كويسه قوي وهايله ان انت تطلعيها تحمريها على طول، او نحطها في الثلاجه لمده ساعه. تمام كده، انا بحطها في الفريزر نص ساعه وتبقى جاهزه على طول ان انا احمرها في الزيت، زيت يكون غزير درجه حرارته متوسطه، فاهمين قصدي اهو، محتاجينه يكون درجه حرارته متوسطه. اول ما يبقى بيسخن خفيف هنحط له، بس انا مش عايزه احط الرول اللي معايا ده لان المفروض يدخل الثلاجه عشان ما يفتحش ويفك معايا. بس انا هنا معايا كام واحده اهو خارجين من الثلاجه او من الفريزر زي ما اتفقنا، بيبقوا متماسكين وظراف جدا. هحتاج بس الزيت يبقى درجه حرارته متوسطه، يعني احط عليه كده رشه بقسماط بطراطيف صوابعي الاقيه سخن، فهو لسه ما سخنش، هستنى عليه يسخن شويه ونحط عليه، نحط فيه الفراخ اللذيذه دي. لو قلقانه انها ما تستويش تسويه كامله وخلاص اخدت لون من بره ومش عايزه يعني تبقي فريسك، بعد ما تاخد اللون الحلو اللي انت عايزاه في الزيت ترصيها في صينيه وتدخليها فرن سخن درجه حراره 200 في الرف اللي في النص لمده تقريبا 20 دقيقه. كده انت ضمنتي ان التشيكن رول استوت اكيد واخدت لون حلو جدا من تحميرها في اول مره قبل ما ندخلها الفرن، وتبقى خطيره زي اللي احنا عاملينها دي. بصوا احنا حاطينها في سندوتشات مع خيار وطماطم، بتبقى حلوه قوي قوي، خطيره، هتعجب الولاد جدا. اعملوها وبالهنا والشفا. هنروح فاصل بسرعه وهفضل هنا كده مستنيه الزيت بس يعني يقول شويه ويسخن، ونحط التشيكن رول الظريفه دي واوريها لكم، ونعمل بقى الفخفخينه، فخليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت الزيت اهو كده سخن شويه، هحط فيه التشيكن رول الظريفه دي، وزي ما اتفقنا احنا بندخلها الفريزر الاول قبل ما نحطها في الزيت علشان نضمن انها بقت متماسكه كويس، وزيت يكون درجه حرارته متوسطه مش سخن قوي ولا حاجه، وبنهدي النار وبنقلبها كده بالراحه لغايه ما تاخد لون كويس من جميع الجهات. ويفضل بعد كده تنقليها كده في صينيه بايركس ولا حاجه، دخليها فرن سخن درجه حراره 200 في الرف اللي في النص لمده 20 دقيقه، هتلاقي الفراخ استوت معاكي وبقت فظيعه، تطلع تحفه تحفه، من احلى الوصفات لما تجربوها تعملوها كتير قوي هتعجبكم جدا. دلوقتي بقى الفخفخينه، الفخفخينه اللذيذه جدا، معانا شويه فاكهه هقول لكم معانا ايه. بصوا انا معايا كوبايه من عصير الكنتالوب، تمام، لا مش اهي كوبايه من عصير الكنتالوب، ولا لا استنى كده لخبطت، استنوا بس استنوا عشان اركز. انا معايا كنتالوب متقطع مكعبات، ده اهو متقطع مكعبات، ومعايا مانجا متقطع مكعبات، ومعايا كيوي، معانا تفاح، تفاح احمر، معانا كمان موز، هنحتاج كوبايه من الرمان، معانا ايس كريم لو تحبوا عايزين تحطوا ايس كريم على الوش بقى في الاخر خالص فوق الفخفخينه هتبقى ظريفه جدا. هنحتاج كمان عصير بقى، عصير جوافه فريش، عصير فراوله فريش، وعصير مانجا فريش، بس كده تطلع معاكم خطيره. انا عايزه اقطع الموز، ناخد كده ايه الموز اللذيذ ده هنا كده، ونقطعه بقى ايه شرايح كده عشان يبقى ظريف مع الفخفخينه.
هو الموز ده لذيذ في الفخفخينه، بقعد ادور عليه عشان اكله كده. فكده تبقى كل الفاكهه معانا جاهزه، هنحطها في بوله. ماشي، هنحط الموز اهو، هنحط المانجا، هنحط الكنتالوب، الكيوي لونه اخضر وظريف، التفاح. التفاح حلو قوي، بس هو اكتر حاجه انا مش بحبها في الفخفخينه، مش عارفه ليه. شويه رمان، عايزه احط بقيه الموز تاني كده. وعايزين نقلب بقى اللذاذه دي، كل الفواكه الحلوه دي كده مع بعض اهو، ونحطها في اطباق، في اطباق شفافه كده ظريفه جدا اللي هي بتتباع دي. بصوا شكلها زي بتاعه العصاير دي اهو. ناخد مثلا شويه كده من الفاكهه الحلوه دي هنا، ونحط اول عصير معانا وليكن الجوافه كده. نقلب كده اهو، ودي كده اول واحده كده كده اهو، وده التاني. نحط له عصير مانجا او فراوله براحتكم، نحط له فراوله كده، ونقلب تبقى فخفخينه خطيره. واخر واحده اهو، ومعانا بقى ايس كريم في الاخر نحطه، ايس كريم فانيليا بقى، ايس كريم مانجا، ايس كريم اي حاجه كده. مش عارفه، حاسه ان انا لحوست الدنيا شويه صح؟ تعالي يا مانجا اهو هنا كده، ونقلب وتبقى خطيره. عايزه بس كده ايه، اروق الدنيا عشان نحط كمان عليهم ايس كريم ظريف. بس كده معايا ايس كريم فانيليا. ايوه بقى يا فخفخينه، دي بتاعت الايس كريم سكوبر دي بايظه ولا ايه؟ دي بايظه يا جماعه، مطلعين لي واحده بايظه اهو كده خلاص، عشان الايس كريم سكوبر بايظه. الفلوس شكلهم لذيذ ازاي، عايزين معلقه. والفراخ هنا اهو هتاخد لون ظريف على درجه حراره متوسطه، واحنا عاملين فخفخينه هناك كتير بقى قوي. الحلقه خلصت، قالوا لي انت مطوله جدا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم النهارده. عملنا التشيكن الرول الظريفه دي، عايزاكم تجربوها بالهنا والشفا، وعملنا الفخفخينه اللذيذه دي بفواكه مختلفه، واستخدمنا عصير الفراوله والجوافه والمانجا. جربوهم، انا بشكركم قوي ان انتم بتتفرجوا عليا. شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.